التدريس بالعامية في الابتدائي بداية من السنة المقبلة هو موضوع نقاش ضيف الأخبار مع جمال الدين بوراس. أهلا بك جمال. أهلا أنسة، مساء الخير مشاهدينا الكرام. إذا نعود إلى تصريحات السيد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية خلال ندوة تقييم المنظومة التربوية، أين قال بأنه ستشرع وزارة التربية إذن في تعليم اللغة العربية في الطور الابتدائي بداية من الموسم الدراسي المقبل تدريجيا، وسيتم إدراج اللهجات العامية إن صح القول في البرنامج الدراسي من أجل تسهيل الدراسة على التلميذ وحتى ليصدم التلميذ في بداية مشواره الدراسي. إذن هذا ما سنتحدث عنه اليوم في فقرة ضيف الأخبار، وإذا أسعد باستضافة السيد زهير بلطيبة عضو المكتب الوطني بالمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، وكذلك السيد محمد سالم سعدالي الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين. أهلا بكما. أبدأ معك إذن سيد محمد سالم سعدالي، إذن ما هو رأيك في هذا القرار إدراج اللهجات العامة في البرنامج الدراسي في الطور الابتدائي؟ بدأ قبل أن أجيب على السؤال يجب أن نرى الإطار الذي أتت في هذه التصريحات. نعم. هذه التصريحات أتت بعد الندوة التي نظمتها وأطرتها الوزارة بنفسها. نعم. فهل هي توصيات من هذه الندوة أو هي أخرجت من الوزارة بنفسها؟ فيجب أن نطرح السؤال، هل هي مجرد تصريحات لإثارة حوار جانبي وعلى الجانب على هامشي؟ نعم. هامشي. هل هي من هذا القبيل؟ هل هي فقط تصريحات كما تعودنا على ذلك لإرضاء بعض الشركاء في الخارج مثل اليونسكو وأجهزة حقوق الإنسان لمنظمة الأونو؟ في بعض الأحيان تضغط وتفرض أشياء فالوزارة تصرح ثم في كيف يعني هنا؟ كيف يعني مثلا لأن لغة الأم يجب أن تدرس للأطفال الصغار، هذا من بين حقوق الإنسان. ففي بعض الأحيان الوزارة في تعاملها مع هذه المنظمات فتدلي ب أو تصرح بأشياء ونرى في أرض الواقع شيء آخر، سيد لا كونسومسيون اكستام كما نقولوا، أو هي في الحقيقة وهذا ما نتمناه لكن ما نشك فيه كثيرا، هل هي وسيلة لخلق جسر بين العائلة والمدرسة؟ نعم. أي عدم حتى لا نصدم التلميذ في بداية مشواره الدراسي، في بداية شيء طيب لكن نضعه شيء فشيء على السكة. نعم. أو أقول أكثر من هذا أو أسع من هذا، هل من وراء هذا محاولة جديدة لجزأرة المدرسة الجزائرية؟ لأن رأينا محاولة في الثمانينات لكن مالوريزمون كانت جزأرة للإطارات مع ذهاب المؤطرين الذين أتوا من الشرق، لكن محتويات بقت نفسه. هذا السؤال طيب الجوهري هو الجوهري. لماذا هذا التصريح؟ نعم، لكن يعني ربما السؤال الأهم، هل حقا يعني إدراج اللهجات العامية في البرنامج الدراسي سيساعد التلميذ حقا يعني في مشواره الدراسي وسيبعده عن الصدمة كما قالت وزارة التربية يعني في بداية مشواره الدراسي؟ نحن كنا نطالب منذ عقود بهذا، إلى جانب اللغة نسميها اللغات الشعبية، اللغة الدارجة أو اللغة الأمازيغية، كنا نطالب منذ سنين بإدراجها في منظومة التعليمية. إذا في القرار يعني صائب بالنسبة لك؟ أنا لا أعتبر هذا قرار، أعتبره مجرد تصريح لحد يعني الآن. نحن مشروع ربما لما مسؤول يصرح يجب أن يوافق ذلك ب افيك ان بلان داكسيون. احنا عمرنا ما شفنا ان بلان داكسيون، نشوف التصريحات وتضرب تذهب في الفراغ، وفي ارض الميدان لا نرى كيفيات ادخال هذه اللغه بصفه عمليه تدرج عمليا. لا يوجد اي شيء منذ طيب سنين. اعود اليك سيد بنطيبه، بالنسبه لك يعني ادراج اللهجات العاميه في البرنامج الدراسي يعني امر جيد بالنسبه للتلميذ غير جيد؟ كيف؟ نحن كمنظمة لأولياء التلاميذ يعني كطرف شريك وليس كطرف مشارك في هذه الندوة، عملنا في الورشة، وأنا شخصيا عملت في ورشة التقويم التربوي. نعم. وحسيت باللي هناك بعض الأطراف تعمل على وضع النتائج قبل وضع التوصيات. كيف يعني؟ محاولة التأثير في عمل اللجان اللي هي لجان تقنية، من المفروض أنه
من ناحيه يعني التركيبه تاع الورشات حسينا باللي الاغلبيه ناس ينطلقوا طيب من مواقع من يعني المواقع الاداريه كيف اثر على هذا نعم يعني جاي في السياق نعم. ياثروا في العمل يعني التقني تاع اللجان لانه الاخر يحاول في النقاش يوجه النقاش الى اهداف معينه احنا حاولنا على كل حال ويعني كاين يعني اطراف يعني كانت انا تم حسيت باللي الوزير عندها نيه وسمعوا لنا وهزوا بعض يعني التوصيات اللي رفعناها للوزارة الوصية لكن ما يعني حزة في نفسي شخصيا وحزة في يعني في يعني في 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 نفسية في نفسية أعضاء المنظمة هو التصريح هذا اللي جاء من طرف إطارات وزارة التربية هو محاولة للتأثير في النتائج يعني وضع المحراث قبل الحصان كيف يعني يعني نفسر الأمر يعني محاولة استباق النتائج انك انت لما تضع اللغات العاميه ك يعني تهزها كتراث كجزء من الهويه شيء ايجابي لكن توظيفها ك يعني الاخر للتضييق على على عمليه تحكم الطفل في اللغه العربيه اللي هي اللغه الرسميه الاولى مع احتراماتنا للمكونات الهويه الاخرى هنا احنا اللي كان نهزوها من ناحيه من الناحيه العلميه نهزوها في الجانب التحضيري نهزوا اللغه الامازيغيه نحاولوا نبحث عن معابر الى اللغه الرسميه نشوف الاسماء ولا الكلمات ولا العبارات ولا الحكم ولا الاخرى اللي عندها الكلمات اللي عندها علاقه باللغه العربيه من ناحيه النطق مقربه لانها تمهد تربط الطفل بتراثه ببيئته لما ينتقل الى مرحله الدراسه يعني الرسميه او الاكاديميه الى صح التعبير ينتقل يعني بمعلومات غير متصادمه معناها متوافقه هذه المعابر المعابر او الجسور من التراث الى الاكاديميه الى الاكاديميه طيب لكن هذا. السؤال الذي يطرح هنا كيف يعني انتقل اليك سيد سعدالي كيف يمكن نقل يعني المعطيات او ربما كما قال السيد بن طيبه الكلمات التي نجدها في اللغه العاميه ونقلها الى الصوره الاكاديميه فنعلم ان اللغه العاميه ليست لديها ربما قواعد او ليست لديها يعني مقومات تمكن او يمكن من خلالها ان تسهل على التلميذ يعني الذهاب نحو الطور الاكاديمي ومباشره مساره الدراسي بصفه رسميه. اول الملاحظه التي يمكن ابديها هنا هو انا لا افهم هذا التخوف من كل ما هو جزائري. تاتي لغه من اعماق الشعب فتخلق ارتباك في بعض الاوساط هي لغه جزائريه الان تتكلم عن القواعد. القواعد هنا يتعلق الأمر بخلق وصل بين العائلة والمدرسة نعم. وهي في بدء طور التعليم إذا كان الهدف هو إدخال هذه اللغة كلغة التعليم فلا يمكن إدخالها في هذا الحد يجب أن تحضر الإمكانيات يجب أن نحضر المعلمين لذلك يجب أن تكون كومون دي بيريود دو ترانزيسيون لا نسقط في نفس الفخ الذي وضع للعربية في بدايتها ووضع للأمازيغية منذ 1995 اليوم 20 سنة بعد إدخالها إلى المدرسة نطرح السؤال هل تطور استعمال اللغة الأمازيغية بالعكس بدأنا ب 16 ولاية أصبحنا ب 2.5 ولاية إذن فالأهداف هي الأهم ليس فقط تصريحات الظرفية فإذا كان الهدف نضع له مدى قصير مدى متوسط مدى طويل فيمكن أن نصل إلى كل الأهداف لكن لا إذا كنا نريد أن نضع أنا أرى القضية من جانب أوسع من جانب سياسي هل أطرح سؤال ربما يخرج من الإطار هل لأن لدينا أزمة صغيرة مع العربية السعودية نطرح هذه تعتقد بأنه يعني ربما هذه الخلفية يمكن أو أننا نريد وضع الجزائر في موقعها الجغرافي والحضاري الذي يتمثل في شمال إفريقيا البحر المتوسط
إذا كان التوجه في هذا الاتجاه فهذا يتبع بخطوات، وإلا إذا كان هناك فرق فقط تصريح ظرفي فهذا لا يجب نفعا للمدرسة وليس للمجتمع. سؤال موجه لطرفين، يعني نحن نفتخر بكل لهجات الجزائرية، ولكن لنعود إلى اللغة العربية الفصحى، يعني تعليم اللغة العربية الفصحى منذ البداية منذ الابتدائي تحصلنا على طلبة لا يتقنون اللغة العربية الفصحى، فما بالك يعني تعميم اللغة العامية في الابتدائي، ماذا سنتحصل؟ هي بالنسبة للغة العربية إذا طرحناها كإيديولوجية رانا نفشلوا. كإيديولوجية إذا حملنا اللغة العربية كإيديولوجية يعني فشلنا حتمي. طيب نضع خطين تحت إيديولوجية، كلمة إيديولوجية يعني إذا كان اللغة العربية هزينها كلغة كما اللغات الأخرى عندها قواعد، عندها كما يقولوا بنية ندرسوها دراسة أكاديمية، هذا يعني دون إغفال البعد الحضاري اللي موجود 14 قرن والجزائر تتكلم اللغة العربية. اللغة العربية اليوم تراجع مستواها أمام اللغات الأجنبية. نعم، إذا نتحكم في اللغة العربية لأنها اللغة الرسمية الأولى، نقول الأولى لأنها ماشي وحدها، الأولى. نعم، لأننا لا نتكلمها وحدنا، لأنه لو كانت كلمة نديروا الأمازيغية هي اللغة الرسمية الأولى راح نبقى وحدنا. طيب ندخل يعني في عمق الموضوع، يعني إذن في نبقاو في نفس في الموضوع، احنا علاه ما نتحكموش في اللغة العربية؟ لأن المناهج نتاع المناهج السنة الأولى والسنة الثانية دخلنا فيه مواد على حساب التحكم في اللغة، دخلنا التربية المدنية الأخر. الطفل أول حاجة يعني يحتاج التحكم في اللغة. نعم، من ناحية الكلمة الحرف الفعل. نعم، يعرف الأماكن، يعرف الحيز الجغرافي، يعرف اليمين، يعرف اليسار، يعرف العلو، يعرف الأسفل. لا يحتاج إلى يعني أمور نتاع الانتخاب، كارثة أنه نحكي الانتخاب طفل غير متمكن من اللغة. لما نتحكم في اللغة ندخلوا المواد الأخرى تدريجيا، وندخلوا المفاهيم أو المحتويات تدريجيا، ننتقل إلى الطور الثاني. الطور الثاني ندخل مواد أخرى، اللي معناه ندخل المعلومات. لما تتحكم في اللغة بأي حاجة تقدر تقرأ، تقلب دير كتاب تقرأ المعلومات، تولي تخزن. الطفل لم نهيئ الخزان، لم نهيئ خزانه للغة معلوم. طيب هذا. أمر فقط إلى سيد سعدلي. نعم، في نفس النقطة يعني كما قالت أنيسة، يعني ربما التلميذ اليوم حتى يعني اللغة العربية الفصحى تدرس في المدارس، ونجد في بعض الأحيان تلاميذ لا يتقنون اللغة العربية حتى في الطور الثانوي، فما بالك عندما ندخل للعام، ألن يشوش يعني التلميذ في بداية طوره الدراسي؟ هذا إشكال يطرح أيضا للغات الأخرى. حتى الجزائري اليوم لا يتقن لا العربية لا الفرنسية لا الإنجليزية ولا الأمازيغية عن طريق المدرسة، فإذا الإشكال والمشكلة توجد في المدرسة وليس في اللغات. وسمعت من زميلي أو في المنهاج ربما المتبع في كل هذا، المشكل يوجد في المدرسة الجزائرية التي أخذت اتجاه معاكس الاتجاه الصحيح. وسنجد هناك عدم تحكم في الرياضيات، عدم تحكم في اللغة، لأن طرق التوصيل المنهجية، محتوى البرامج الأخيرة، المشكل يوجد على هذا المستوى. ولا يمكن أن أسكت عن شيء، لما نتكلم عن اللغة العربية التي نحتضنها كلغة وطنية، ولا ننسى أن في الدستور الجزائري نقول أيضا أن اللغة الأمازيغية لغة أخرى. نعم، لا يمكن أن أقول اليوم أعلم طفل صغير فقط الكلمات الأمازيغية التي تمكنه من الدخول في اللغة العربية. لا، هو يريد أن يتعلم اللغة الأمازيغية كلغة العربية، وهي لغة. لكن المشكل أين طرحها؟ طرحها في 1995 لما دخلوها في الكوميساريا كما يقولوا في الأرسيا، أدخلت بذهنية أو بغرض القضاء على اللغة وليس تطويرها. أولا لم تنشأ أكاديمية، كان هناك باحثون مثل معمري مثل بوليفا داروا عمل جبار ضد كونتر الكور، داروا عمل جبار في هذا الجانب. كان أولا يجب مساعدتهم، وأيضا إنشاء في 95 أكاديمية يعني لتوحيد اللغة ولا تبقى على شكل لهجة. أنا صدمت صدمة يمكن أن تتصوره عندما كنت في حصة البكالوريا، وعندما وصل السجل الأمازيغية دخل السجل ما فتحوه
حدث ضجة كبيرة في داخل القاعة. علاه؟ لأن فيه 10 نصوص نفس النص 10 مرات. نص باللاتينية لسكان القبائل، نص باللاتينية لسكان الأوراس، نص بالعربية لسكان الأوراس، نص بالعربية لسكان المزار، نص بالتيفيناغ. فهذا تلاعب خطير بما نتغنى به هي الوحدة الوطنية. إذا أردنا أن نصل إلى وحدة وطنية فيجب أن نعترف بالجميع، أن نعطي له حقه لكل لغة حقها، ونطورها لأنها لغات جزائرية وليست داخلة على هذا البلد. طيب سيد مطيبة، تعليقك ونختم ربما لأن الوقت قد انتهى. بالنسبة للأمور اللغة، لازم نطرح اللغة، المشكل اللغة في الجزائر خارج العباء الإيديولوجية. أنا نصر يعني أصر على هذا، يعني كنا نتحدث ربما قبل دخول إلى بلاطو عن اللي يحب العربية اللي يحب يروج للغة العربية في الجزائر يروج من تحت العباءة، أنزع العباءة. من تقصد هنا يعني؟ أنا أقصد الناس اللي يحاولوا كيفاش يدافعوا عن اللغة العربية، هم ليسوا قادرين إلى الأخر لوضع منهاج للغة عربية فعالة، يعني قريبة من التكنولوجيا، قريبة من البحث ومن العلوم. يطرح اللغة العربية كإيديولوجية، كحب يربطها بالدين، في حين الدين ندرسه وحده. حالة الإسلامية في بعض الأحيان، هي التيار الإسلامي لم يخرج من هذه البوتقة، مع احتراماتي لهذا التيار، أنه ما يخرجش من هذه البوتقة، يدافع عن اللغة العربية. لو كان كنا مسيحيين ويهود في الجزائر لكان يعني، ونحن نتكلم جميعا اللغة العربية، لم يعني لا ادري بماذا سيدافع او عن ماذا يدافع هؤلاء. طيب اذا اشكرك جزيل الشكر السيد زهير بن طيبة، عضو المكتب الوطني بالمنظمة الوطنية الأولية التلاميذ، واشكرك كذلك السيد محمد سالم سعدلي الامين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، اشكركما جزيل الشكر على حضوركما على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم. شكرا. وأقول في النهاية أن إذا أردنا أن نطور لغاتنا ما علينا إلا تطوير بلدنا. فالتطور التكنولوجي والاختراعات هي التي تفرض لغات على أخرى. طيب. اليوم نتكلم عن والكمان، فلاش ديسك، ساتيليت، فهي الرسالة وصلت، كل شيء مرتبط يعني ببعضه البعض. شكرا جزيلا. هي المفروض الأخر نحوس على كلمة سواء بيننا، معناها نتفق على الامور المشتركه. نعم. وندع الامور غير متفقه عليها، نحاول ان نهذبها. نعم. يعني حتى لا تكون هناك اثاره واستقطاب استقطاب الاخر وقطبيه لا حبيت، ونحاول. نعم. ان نبني على ما هو مشترك. نعم. لاننا في دوله واحده ومجتمع واحد، ولا نحاول ربما اخذ بعين الاعتبار كل ما هو. الرسالة وصلت. نعم. شكرا لكم. من جانبه التفرقة. سيد زهير بطيبة اشكرك، وسيد محمد سالم السيدي شكرا جزيلا لكم مرة اخرى. مشاهدينا شكرا لطيب الاصغاء والمتابعة، تحية طيبة في امان الله. اعود اليك. شكرا لك جمال. شكرا لكم على قبولكم الدعوة. اذا مشاهدينا بضيفي الاخبار نصل واياكم لنهاية هذا الموعد الاخباري، ولان تذكرون بابرز العناوين.